دلوقتي هنتكلم عن معايير وإجراءات السلامة أثناء الفحص الطبي. هنتكلم الأول يعني إيه معايير السلامة. معايير السلامة دي عبارة عن مجموعة من القواعد والإرشادات المحلية والعالمية التي لابد من توافرها في كافة المؤسسات بمختلف مجالاتها. خلاص، إيه الهدف من القواعد والإرشادات دي؟ الهدف منها تقليل المخاطر، حماية كافة الأفراد الموجودين فيها من عاملين أو زائرين. وتختلف معايير السلامة طبعا من مكان لآخر حسب طبيعة العمل بتاعت هذا المكان. خلاص، فهنتكلم عن كذا آيتم في المحاضرة دي إن شاء الله. هنتكلم فيها عن معايير السلامة في المستشفيات، هنتكلم عن معايير السلامة للمرضى، هنتكلم عن معايير السلامة للعاملين في المستشفيات، وآخر حاجة هنتكلم عنها مهام إدارة أنظمة الأمن والسلامة. دلوقتي هنتكلم بالتفصيل عن ايتم ايتم. اول حاجه هنتكلم عنها معايير السلامه في المستشفيات لهدف تقليل المخاطر وحمايه كافه الافراد الموجودين بها. اول حاجه اللي هي التعامل السليم مع النفايات الطبيه، دي حاجه. تاني حاجه تدريب عمال النظافه حول طرق التعامل والتخلص من النفايات الطبيه. بعد كده المفروض ان انا بوفر معدات الوقايه الشخصيه الخاصه بكل موظف سواء كان ممرض او طبيب او عامل نظافه. كمان رقابة تطبيق تعليمات الوقاية لدى كل العاملين. كمان لازم أتأكد من تطبيق جميع الزوار والمراجعين والعمال لكافة قوانين السلامة. كمان من معايير السلامة في المستشفيات زيادة الوعي لدى عمال النظافة حول المخلفات الطبية من خلال توفير كتيبات للعاملين والزوار. إن أنا أقوم بالتأكد من صلاحية مخارج الطوارئ، إن أنا أتأكد من صلاحية وجود أجهزة إنذار وكاشف للدخان. التدريب على أهمية السلامة للموظفين والطاقم الصحي والإدارة، الرقابة على عمليات التنظيف والغسيل، وآخر حاجة توفير اللوحات الخاصة بالسلامة المهنية والتأكد من تطبيق كافة تشريعات السلامة المهنية والصحية. دلوقتي هنتكلم عن معايير السلامة للمرضى. تاني حاجة، ايه سلامة المرضى يعني ايه؟ دي عبارة عن مجموعة من التدابير والإجراءات التي تقوم بها المؤسسات الصحية لحماية المريض من أي نتائج سلبية أو خطيرة عندما يتلقى نوع معين من الخدمات الصحية. طيب أنا ازاي أحقق سلامة المرضى هنا؟ عن طريق أن أنا أهتم بكتابة التقارير، متابعة الأخطاء الطبية التي غالبا ما تكون بسبب إهمال طبي. فللحد من مشكلة الأخطاء الطبية يجب الالتزام بمجموعة من المعايير الخاصة بالرعاية الصحية. كمان أول حاجة من معايير الرعاية الصحية تعريف المريض بالطريقة الصحيحة عن طريق التعريف باسمه ورقم دخوله، دي حاجة. تاني حاجة إن أنا أتأكد من سلامة بيئة المؤسسة الصحية، وذلك عن طريق توافر مواصفات معينة في المباني الصحية على اختلاف مواقعها ومساحتها، عن طريق تنظيم وتنسيق التوزيع الداخلي للغرف، الأخذ بعين الاعتبار مواصفات مواد البناء المستخدمة وأنظمة التكييف، والمفروض إن المباني دي بتحتوي على وسائل للحد من خطر الحريق، وتحتوي على جميع التمديدات الخاصة بالماء والكهرباء وضمان عملها على مدار الساعة. كمان من معايير الرعاية الصحية المحافظة على سلامة الغذاء المقدم للمرضى، فيجب على الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى أن تكون خالية من الأخطار، أن تحد من مضاعفات الأمراض بحيث لا تحتوي على ما هو ضار بالصحة. عشان كده المفروض أن احنا بنستعين بالنظام العالمي الوقائي الذي أوصت ونصحت به الصحة العالمية للوقاية من الملوثات الغذائية. كمان من الحاجات المهمة في معايير الرعاية الصحية تحسين وسائل الاتصال بين الطبيب والمريض من خلال أن يتجنب الطبيب استخدام أي اختصارات غير مفهومة مع المريض، وأن يقوم الطبيب بتسجيل أي أساسيات الدواء قبل إعطائه للمريض. زي مثلا مهم جدا أن نكتب اسم المريض، اسم الدواء اللي بياخده، الجرعة اللي بياخدها ازاي، والوقت اللي بياخد فيه العلاج بتاعه. خلاص، كمان من معايير الرعاية الصحية أن أنا أقوم بتأمين استخدام الأدوية ذات الخطورة العالية من خلال وضعها في مكان مخصص وعليه علامة خطر مع مراجعة الأدوية من أكثر من ممرض. تحديد كمان مكان العملية والتأكد من الجهات العملية
مع وجود نموذج الموافقة على العملية والشامل لكافة البيانات المطلوبة. كمان من معايير سلامة المرضى ان انا مفروض اقلل تعرض المرضى للسقوط لمنع الاصابات عن طريق ان انا اخلي الممرض دايما موجود في حالة تحريك المريض، ان انا اخلي الاسرة في الوضع المنخفض مع توفير الاضاءة الجيدة ورفع حواجز الاسرة عند النوم. كمان يجب عليا وقاية المرضى والعاملين في المؤسسات الصحية من مخاطر العدوى المكتسبة، وذلك من خلال ان انا الاقي اماكن نظيفة وصحية خالية من الجراثيم في المستشفيات والمراكز الصحية، وإجراء فحوصات لازمة للكشف عن معدلات العدوى في المؤسسات الصحية، والتعرف على أسباب هذه العدوى وطرق الوقاية منها إزاي، وإزاي أقلل من عواقبها ونتائجها، وذلك من خلال تطبيق سياسات العزل عن طريق غسل الأيدي، التطهير، التعقيم، استخدام الأدوات والأجهزة المختلفة لمنع تفشي وتضاعف انتشار الأمراض الوبائية. تالت حاجة هنتكلم عنها اللي هي معايير السلامة للعاملين في المستشفيات. مهم جدا ان انا اقيم بيئة العمل من اجل ان انا اتعرف على المخاطر الموجودة في بيئة المستشفيات دي. تاني حاجة ان انا اقوم بعمل فحص طبي ابتدائي بهدف ان انا اقيم حالة صحية والقدرات البدنية والنفسية للعامل عند البدء بالعمل، وده بيساعدني طبعا ان انا اوظف العامل في وظيفة قد تشكل خطر له او لزملائه. بعد كده مهم جدا ان انا اعمل فحص دوري طبي دوري وفحوصات اخرى في مناسبات مختلفة، زي مثلا افحص واحد بيترقى، واحد بلغ سن المعاش، وهكذا. خلاص، في بعد كده مفروض ان انا من معايير السلامة العاملين في المستشفيات ان انا بسجل كافة الحوادث في سجل السلامة المخصص له. كمان انا بألزم العاملين بارتداء مستلزمات الوقاية الشخصية خلال العمل. كمان بألزمهم بتطبيق كافة شروط السلامة المهنية الموضوعة من الإدارة، وكمان بقوم بتوفير الرعاية الطبية للعاملين كخدمات العيادة الخارجية وتوفير الأدوية اللازمة. كمان مهم جدا إن أنا أتأكد من استيفاء الشروط الصحية في أماكن حفظ وإعداد وتناول الطعام. كمان مهم جدا برضو إن أنا أقوم بتشخيص وعلاج إصابات العمل والأمراض المهنية، إن أنا أوفر للعاملين كمية مناسبة من المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وتوفير عدد مناسب من دورات المياه. كمان مهم جدا ان انا اقوم بانشاء ملف طبي خاص لكل عامل يحتوي على معلومات العامل الشخصية، نوع عمله، حوادث واصابات العمل، والاجازات المرضية، واقوم بتثقيف الصحي لجميع العاملين وعلى كافة المستويات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتورة أسماء محمد خلف. هنتكلم في المحاضرة النهاردة عن المنشآت الطبية. تالت حاجة هنتكلم عنها إن شاء الله هو المركز الطبي المتخصص. هو عبارة عن إيه؟ هو كل منشأة يملكها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونا طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة، ويكون معدا لاستقبال مرضى ورعايتهم طبيا. المفروض ان المركز الطبي المتخصص من اسمه يعني ايه؟ يعني بيشمل تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مكملة، وبيبقى برضو ليهم ادارة مشتركة، بيكون احد الاطباء هو المدير الفني المسؤول، فبيكون بها عدد من الاسرة ما بيعديش عددها 25 سرير. خلاص، كما يجوز اجراء عمليات جراحية بها في غرفة عمليات كبرى مجهزة طبقا للوائح المنظمة لذلك. ده بالنسبة للمركز الطبي المتخصص، يبقى ده من اسمه كده ده تخصص واحد بفروع الدقيقة. خلاص، رابع حاجة هنتكلم عنها المستشفى الخاص، وهو كل منشأة وعدة لاستقبال المرضى والكشف عليهم بيبقى فيها عدد من الأسرة على الأقل 15 سرير، كما يلزم أن يوجد بها غرفتين للعمليات على الأقل. المفروض يبقى فيها غرفة إفاقة، أخرى رعاية مركزة،
بيدير المستشفى هنا ويشرف عليها طبيب مرخص له من دولة المهنة. خلاص مهم جدا المستشفى دي اللي انا هديها الترخيص ده لازم يبقى لها مدخل خاص بيها منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجودة به. ومهم جدا ان انا عشان ادي ترخيص للمستشفى دي ان انا اتابع استكمال جميع التجهيزات وكفاءة العاملين بها بما يضمن توفير الجودة الشاملة بصدور شهادة من الجهة المختصة بوزارة الصحة نظير مبلغ 1000 جنيه. ال1000 جنيه دي بيوردوها لمين؟ لحساب صندوق تحسين أداء العمل في الإدارة المشرفة على تنفيذ هذا القانون بوزارة الصحة. خلاص خامس حاجة هنتكلم عنها اللي هي دار النقاهة، ودي عبارة عن منشأة أعدت لإقامة المرضى ورعايتهم طبيا أثناء فترة النقاهة من الأمراض، على أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة. وطبعا الترخيص ده بيطلع باسم صاحب المنشأة نفسه. وكده ده الخمس أنواع اللي هما من المنشآت الطبية، والتفرقة بينهم بسيطة عن طريق عدد الأسرة، مين اللي بيدير المنشأة الطبية دي، هل فيها غرفة عمليات ولا لأ. وده كده خلصنا أنواع المنشآت الطبية. هندخل دلوقتي على القوانين المنظمة للمنشآت الطبية. مهم جدا نعرف إن أنا عندي خمس أنواع من المنشآت الطبية. أول حاجة اللي هي العيادة الطبية الخاصة، تاني حاجة العيادة التخصصية، 3 المركز الطبي المتخصص، 4 المستشفى الخاص، 5 دار النقاهة. مهم جدا أعرف كل منشأة من المنشآت دي عبارة عن إيه، بتتكون من إيه، عدد الأسرة بها، كم غرفة عمليات تحتويها، ومين بيدير هذه المنشأة الطبية. خلاص هناخدهم واحدة واحدة. هنتكلم أول حاجة عن العيادة الطبية الخاصة. أول حاجة العيادة الطبية الخاصة دي عبارة عن كل منشأة يملكها أو يستأجرها وينتقل إليها الحق استعمالها قانونا ويديرها طبيب أو طبيب أسنان حسب طبعا المهنة بتاعته. خلاص بتبقى إيه العيادة الطبية الخاصة دي؟ ده مكان مجهز لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيا، والمفروض بيبقى فيها أسرة ما يزيدش عددها عن 3 أسرة، بس الأسرة دي مش للإقامة لكنها للملاحظة. خلاص ممكن في حالة غياب الطبيب صاحب العيادة دي ممكن يلجأ لأحد من زملائه يقوم مقامه في حالة غيابه. خلاص بحيث إنه يبقى معاه ترخيص مزاولة المهنة من ذات التخصص. خلاص ويعتبر من حكم العيادة الطبية الخاصة عيادة الأشعة، يبقى بياخد نفس حكمها عيادة الأشعة والمعمل التي يمتلكها أو يديرها طبيب. تاني حاجة هنتكلم عنها العيادة التخصصية، هي عبارة عن ايه؟ دي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونا طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة، بيبقى مكان مجهز لاستقبال المرضى ورعايتهم، بيبقى بيها عدد من الأسرة لا يجاوز عددها 5 أسرة، بيبقى بيشتغل بالعيادات التخصصية دي بيبقى أكتر من طبيب من تخصصات مختلفة. طبعا احنا في العيادة الطبية الخاصة ده بيبقى طبيب واحد أو طبيب أسنان، لكن هنا بيبقى أكتر من طبيب من تخصصات مختلفة بتجمعهم جميعا إدارة مشتركة، بيكون واحد من الأطباء دول هو المدير الفني المسؤول عن العيادات. خلاص وبيبقى فيها مكان للعمليات الصغرى، غرفة عمليات بتبقى مجهزة. خلاص يجوز الترخيص بإنشاء العيادات التخصصية دي لجمعية مقيدة، يعني مش لازم يبقى الدكتور هو اللي قام بعمل العيادة التخصصية دي، ممكن تبقى جمعية مقيدة بوزارة الشؤون الاجتماعية، أو ممكن تبقى مثلا شركة عملت العيادة التخصصية دي عشان تعالج فيها العاملين بيها أو المقيمين في منشأتها. خلاص فمش شرط يبقى الطبيب هو اللي أنشأ العيادة التخصصية، ممكن تبقى شركة أو ممكن تبقى جمعية هي اللي قامت بإنشاء هذه العيادة التخصصية. هتكلم دلوقتي عن بعض القوانين المنظمة للمنشآت الطبية. في قانون بيقول لك ان المفروض لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها الا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، طبعا ده مقابل رسوم معينة بتبقى 100 جنيه للعيادة الطبية الخاصة، 250 جنيه للعيادات التخصصية،
100 جنيه على كل سرير بالمستشفى الخاص او دار النقاهة او المركز الطبي. خلاص بيتم تخصيص 30% من الرسوم دي لصالح صندوق تحسين اداء العمل في الادارة المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وادارة العلاج الحر بالمحافظات. طبعا ممكن للوزير انه يضاعف هذه الرسوم بعد اخذ رأي النقابة المختصة. خلاص طيب، في مادة من المواد القانون التانية بيقولك ان المفروض ان ادارة المنشأة الطبية لازم يبقى الذي يقوم بإدارة المنشأة الطبية بيبقى طبيب من نفس تخصص المنشأة الطبية. يعني مثلا لو المنشأة الطبية دي خاصة بطب جراحة الأسنان يجب أن يديرها طبيب مرخص له في مزاولة مهنة طب جراحة الأسنان. طبعا لو تم تغيير المدير منشأة في الحالة دي يجب اختار الجهة الصحية المختصة والنقابة الطبية الفرعية بالمدير الجديد خلال أسبوعين، ده بخطاب موسى عليه بعلم الوصول. خلاص فالمفروض ان هو بيعين مدير جديد خلال أسبوعين من تاريخ الاختيار. خلاص على ان يتم اختيار الجهة الصحية المختصة باسم المدير، والا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة في هذه الحالة. خلاص في مادة تانية من مواد القانون بتقولك في حالة وفاة صاحب المنشأة ايه اللي بيحصل في الرخصة بتاعة المنشأة دي. طبعا بيقولك يجوز ابقاء الرخصة دي لصالح الورثة مدة 20 عام تبدأ من تاريخ الوفاة، بشرط أن يتقدموا بطلب خلال 6 أشهر، ويشترط في هذه الحالة تعيين مدير للمنشأة يكون طبيب مرخص له بمزاولة نفس المهنة المتخصصة فيها المنشأة. خلاص خلاص، وعليه اختار الجهة الإدارية ونقابة الأطباء المختصة. فبيقولك لو حد من أولاد المتوفي تخرج من إحدى كليات الطب في الحالة دي بيتم نقل ترخيص المنشأة باسمه، ولكن لو كان لا يزال بإحدى سنوات الدراسة بالكلية لسه بيدرس يعني عند انتهاء المدة، في هذه الحالة بيدوله مهلة لازمة لحين تخرجه لتنقل إليه الرخصة. لكن لو خلصت مدة الترخيص ده دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب أو طالب بإحدى كليات الطب، يجب على الورثة في هذه الحالة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة قبل انتهاء المدة. كمان في قانون كمان بيتكلم عن في حالة وفاة المستأجر، بيقولك انه لا ينتهي عقد ايجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر ويستمر لصالح الورثة وشركائه. فالمفروض لو توفى الطبيب المستأجر ده المفروض ان عقد الايجار بيستمر لصالح الورثة، ويجوز للطبيب ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة نفس التخصص. خلاص من القوانين كمان المهمة بيقولك ان المفروض الطبيب لا يجوز للطبيب ان يمتلك اكثر من عيادة طبية خاصة، ولكن لا يجوز له ان يدير اكثر من منشأة طبية واحدة. خلاص في قانون كمان بيقولك ايه، ان المفروض على اي منشأة طبية ان يتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وده يشمل ايه، يشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات، كيفية اداء الخدمة الطبية، مع مراعاة المواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة طبعا إجراء جراحات، كمان مع مراعاة تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، كمان تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكتيريولوجيا والباثولوجيا، وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية. كمان بيقولك إن في من القوانين برضو اللي بتتكلم مين الطبيب اللي المفروض يعمل في المنشآت الطبية. بيقولك ليه شرطين، الطبيب ده لازم يكون مصري الجنسية، دي حاجة، تاني حاجة لازم يكون اسمه مقيد في سجلات نقابة الأطباء. ومع ذلك في حالتين يجوز فيها لغير المصريين العمل في المنشأة المذكورة، اللي هي ايه الحالتين دول؟ أول حاجة الأطباء الغير مصريين الذين يجيز قانون نقابة المهنة الطبية تسجيلهم في سجلاتها، وفي الحالة دي شرط المعاملة بالمثل طبعا وموافقة السلطات المختصة. تاني حالة في حالة الترخيص للخبراء الأجانب اللي هم نوع الخبرة بتاعتهم لا يتوفر في مصر، وفي الحالة دي يجب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الدولة ومن نقابة الأطباء، وأن يكون الترخيص بمزاولة المهنة لا يتجاوز 3 أشهر،
ويتم تسجيلهم في سجل خاص لنقابة الأطباء، ده طبعا بعد تسديد الرسوم المقررة. كمان في قانون بيتكلم فيه إن المفروض إن يقوم وزير الصحة بتحديد عدد الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة التمريض والفنيين الواجب توافرهم في كل منشأة طبية، ده بالمقارنة بعدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلي بها. كمان في قانون بيتكلم فيه إن كل منشأة طبية المفروض تلتزم بلائحة آداب المهنة في جميع تصرفاتها وخاصة في وسائل الدعاية والإعلان. بيقول لك المفروض إن المنشأة دي لا يتم الإعلان عن المنشأة بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة، والمفروض الإعلان ده لا يتضمن طرق التشخيص أو العلاج، ويلزم الحصول على موافقة النقابة إذا ما أراد الطبيب أن يعلن عن نفسه أو عن نشاطه. أما فيما يخص قانون التفتيش على المنشأة الطبية، يقولك يجب على المنشأة الطبية التفتيش عليها على الأقل مرة سنويا للتأكد من توافر الاشتراطات المقررة في القانون والقرارات المنفذة له. فإذا كشف التفتيش عن مخالفة يتم إعلام مدير المنشأة بها لإزالتها في مهلة أقصاها 30 يوم. في حالة المخالفات الجسيمة يجوز للمحافظ طبعا بناء على عرض من السلطات المختصة بأن يأمر بإغلاق المنشأة التي يراها مخالفة، ولا يجوز إزالة المخالفة إلا بعد التأكد من زوال أسباب الإغلاق. في قانون كمان تقوم بتشكيله وزارة الصحة، تقوم بتشكيل لجنة، اللجنة دي يتم فيها تمثيل نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل أصحاب المنشآت الطبية. طب الهدف منها إيه اللجنة دي؟ اللجنة دي بتقوم بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويؤخذ في الاعتبار طبعا عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص، بحيث تلتزم طبعا المنشأة الطبية دي بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وباختيار النقابة العامة للأطباء ومديرية الشؤون الصحية المختصة بهذه الأسعار. في كمان قانون بيتكلم إمتى أنا كوزارة ألغي الترخيص بالمنشأة الطبية. في عدة حالات بيتم فيها إلغاء ترخيص بالمنشأة الطبية. أول حاجة إذا طلب المرخص له إلغائه، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام. في حالة العيادات الطبية الخاصة طبعا يتم إيقاف الترخيص في حالة تغيب المرخص له أكثر من عام، ماشي، ويتم إعادة ريانه بعد عودته، وعليه في هذه الحالة اختيار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشؤون الصحية. تاني حالة بيتم فيها إلغاء الترخيص إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها، خلاص. تالت حالة بيتم فيها إلغاء الترخيص اللي هي إذا أجري تعديل في المنشأة يخالف أحكام القانون أو القرارات المنفذة له. أربعة إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض التي منح من أجله الترخيص، مثلا أنا عامل المنشأة دي عشان مثلا هي تخصص نساء مثلا، ما جيش أغير الغرض بتاعها وأخليه مثلا تخصص أطفال، في الحالة دي يجب إلغاء الترخيص. خامس حالة في إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيا أو بإزالتها. ستة برضو إذا تكررت المخالفة من المنشأة. وآخر حاجة إذا عمل بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذلك المهن الطبية الأخرى. في قانون كمان بيتكلم عن إدارة منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق. في الحالة دي يعاقب هذا الطبيب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد عن 20,000 أو بإحدى هاتين العقوبتين. كمان بيقولك كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريقة تحايل أو باستعارة اسم طبيب يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عامين وبغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذي أعار اسمه للحصول على الترخيص. كمان في قانون مهم بيتكلم عن المخالفات الأخرى، بيقولك إن كل مخالفة أخرى لأحكام القانون
يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه. في حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة، بيجوز للقاضي أن يحكم بناء على طلب السلطة الصحية بإغلاق المنشأة نهائيا أو للمدة التي يحددها الحكم، وينفذ الحكم فورا طبعا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه. كمان في قانون بيعطي للأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات والإدارات الصحية والعلاج الحر ومدير إدارات طب الأسنان، بيعطيهم إيه؟ بيعطيهم صفة مأمور الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ويكون لهم حق دخول المنشأة الطبية في أي وقت هم ومرافقوهم والتفتيش عليها. آخر قانون هنتكلم عنه فيما يخص المنشآت الطبية، بيقول لك إن يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بهذا القانون على أن يتم توفيق أوضاع المنشآت وفقا لأحكام هذا القانون خلال 2 سنين من تاريخ العمل به. وكده يبقى خلصنا جميع القوانين المنظمة للمنشآت الطبية.